الشموع الحمراء، أحمد فؤاد أنور باشا، وبنحاول كل حلقة قدر المستطاع نشوف شمعة من الشموع الحمراء اللي أضاءت الطريق لمستقبل الأهلي منذ بدايته. نشوف هذا التقرير عن أحمد فؤاد أنور باشا، واحد من رموز الأهلي الكبار. أول كابتن في تاريخ الأهلي، أحد أهم الرموز في تاريخ النادي الأهلي والرياضة المصرية، إنه أحمد فؤاد أنور باشا، من مواليد عام 1885. هو ابن محمد أنور بي محافظ دمياط، تخرج في مدرسة الحقوق واشتغل بالسلك القضائي. يعتبر أحمد فؤاد أنور من أعظم الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي، ولما لا؟ ففي عام 1911 استجابت إدارة النادي الأهلي لاقتراح من أمين باشا سامي، وبمساعدة أحمد فؤاد أنور سكرتير النادي وقتها، وتقرر تأسيس أول فريق لكرة القدم بالنادي. وقام عزيز عزت باشا رئيس النادي بشراء قمصان جديدة من لندن لفريق الكرة الجديد، وكانت مخططة طولية بالأحمر والأبيض. ويعد أحمد أنور حارس المرمى وكابتن أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي عام 1911 قبل الاعتزال في عام 1914. وكان أثناء توليه رئاسة فريق الكرة يشغل منصب سكرتير عام النادي في الفترة من 1911 وحتى عام 1920، كما شغل منصب سكرتير الكرة خلال الفترة من 1911 وحتى عام 1918، ثم عضواً باللجنة التنفيذية بالنادي عام 1921، ثم اختير عضواً باللجنة العليا مجلس الإدارة بالنادي من عام 1925 وحتى عام 1932، ثم وكيلاً لمدة 13 سنة على فترات متقطعة، كما تولى منصب القائم بأعمال رئيس النادي الأهلي في عام 1940. وعلى مستوى الرياضة المصرية، فقد لعب أحمد فؤاد أنور باشا دوراً كبيراً في تمصير الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية، وتولى منصب سكرتير عام اتحاد الكرة من عام 1925 وحتى عام 1944، كما شغل منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية من عام 1934 وحتى عام 1946، ووكيلاً لها من عام 1946. كما ترأس بعثات مصر في ثلاث دورات أولمبية، وهي أمستردام عام 1928، وبرلين عام 1936، ولندن عام 1948. كما تولى رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم بإيطاليا عام 1934. كان له شرف لقاء الملك فؤاد الأول مع بعثة مصر قبل السفر إلى أمستردام عام 1928 بسرايا عابدين، ليكون أول لقاء بين ملك مصري وبعثة كرة قدم. كما شارك في مؤتمر دول البحر المتوسط الذي دعا لإقامة دورة ألعاب البحر المتوسط. وفي 23 من يناير عام 1950 أسدل الستار على مشوار رجل لعب دوراً هاماً في تاريخ النادي الأهلي بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة. يا جماعة، الفقرة دي والله تستحق التوثيق، يعني ريت اللي بيتفرج عليها يسجلها، لأن ده بيشوف تاريخ مصر من خلال حاجات زي كده. يعني الراجل ده شارك كحارس مرمى وكابتن فريق، وأنشأ أول فريق أو ساهم في إنشاء أول فريق كرة في النادي الأهلي في 14، ثم 11 1911، ثم ساهم بقدر كبير في تمصير كرة القدم المصرية من خلال
محاولة إنشاء اتحاد مصري يعني بعد كده خالي من الأجانب. واشتغل عضو مجلس إدارة، اشتغل نائب رئيس أو وكيل مجلس إدارة مدة طويلة على فترات متقطعة، ثم قائما بأعمال رئيس النادي. واكتفى بكده؟ لا، اشتغل سكرتير اللجنة الأولمبية، اشتغل بعد كده شارك في ثلاث دورات أولمبية 28 36 و44. يعني يا جماعة مش ممكن تاريخ الناس دي. واشتغل في الاتحاد المصري لكرة القدم سكرتير، واشتغل سكرتير في اللجنة الأولمبية المصرية. ايه الثراء ده؟ ايه الشخصيات دي؟ تاريخك يا أهلي مرصع، دي مش شموع، دي مسات حمراء نادرة. يا أستاذ إبراهيم، اللي يعرف تاريخ النادي الأهلي يعني يتشبث بيه جدا، وتاني وتالت ورابع، حبوه كما وجدتموه. دي كانت إطلالة تاريخية على واحد من رموز الأهلي الكبار، اللي أنا زي ما بقول لكم دايما، لولا أن الأهلي امتلك هذا الإرث التاريخي والحضاري الرياضي الكبير ما كانش وصل للي وصل له. ودايما الأهلي بيتصرف في الحاضر وبيخطط للمستقبل من منطلق الماضي بتاعه، ومش من فراغ من شيوخك اكتسبنا مجدنا، لا. هذه أو هؤلاء الآباء العظماء المؤسسون للنادي الأهلي هم اللي وضعوا كل هذه القيم، وكل واحد يجي يتأسى باللي قبليه بالظبط، ويمشي على نهجه ويوصلوا للي بعديه، ويمشي على نجاح. يا رب نكون نقدر نوصل للي بعدينا حاجة من هذا الإرث العظيم.